طبعا صدر المرسوم بقانون رقم 22 بشأن قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية في 9/9/2021، وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/9/2022. وقد ألقى هذا المرسوم الباب الثامن من قانون المرافعات المدنية والتجارية، واستحدث أحكاما، هذا المرسوم الجديد استحدث أحكاما لم يكن يعرفها المشرع في القانون الملقي، كما ألقى بعض الأمور التي كان يعرفها المشرع في القانون الملقي، وكذلك غاير فيما بين الإجراءات ما بين القانون الجديد والقانون الملقي. في بداية الأمر بنستعرض شنو أهم الأحكام والإجراءات التي كان يعرفها القانون السابق وألقاها القانون الحالي. القانون السابق كان يجيز أن تتم التسوية بموافقة المحكمة، وهو ما يعرف في الاصطلاح الذي جرى عليه العمل بالتقسيط أو ضم الملفات، لكن القانون الجديد ألقى هذا الأمر واقتصر تنظيمه على مسألة التسوية بموافقة الطرفين، بحيث أن التسوية لن تتم عن طريق المحكمة وإنما يجب أن يكون فيها موافقة من قبل كلا الطرفين. كذلك من الأمور التي استحدثها أو ألقاها المشرع هي مسألة القبض وحبس المنفذ ضده في حال عدم تنفيذه التزامه. ففي القانون السابق كان المشرع يجيز حبس المدين في حالة امتنع عن تنفيذ التزامه، أما في القانون الحالي فلم يعرف المشرع هذه الفكرة وألقاها تماما. أما أهم الأمور اللي استحدثها المشرع هو أجاز القانون الجديد للوزارة المعنية بشؤون العدل إسناد بعض الأعمال المساندة لإجراءات التنفيذ إلى القطاع الخاص، ووضع المشرع طريقا واضحا أيضا للإرشاد وبين ضوابط تلك المسألة. كذلك من الأمور اللي استحدثها المشرع أن أوجب على المنفذ ضده الإفصاح عن أمواله سواء كانت لديه أو لدى الغير، ولم يكتفي المشرع بذلك بل أوجب الإفصاح كذلك على الغير، أوجب على الغير أن يفصحوا عن أموالهم اللي تكون لديهم وهي مملوكة للمدين نفسه. كذلك من الأمور اللي استحدثها المشرع بموجب القانون الجديد ترتيب المسؤولية الجنائية في حالات مخالفة في بعض الأحكام اللي يكون فيها مخالفة لأحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، ورتب المشرع المسؤولية الجنائية سواء على الشخص الطبيعي وكذلك الشخص الاعتبار. كذلك من الأمور اللي استحدثها المشرع في القانون الجديد هو وضع حد أعلى للمنع من السفر بحيث ينقضي المنع من السفر في جميع الأحوال بعد مرور 9 أشهر، وكذلك أوجب المشرع تجديد هذا المنع كل 3 أشهر بحيث في حال عدم التجديد ينقضي بقوة القانون. كذلك من الأمور اللي استحدثها المشرع عدم جواز الحجز على الإعانات الاجتماعية والدعم الحكومي. كذلك من الأمور اللي استحدثها المشرع في القانون الجديد هو وضع حد أدنى يجب الإبقاء عليه في الحسابات البنكية، بحيث لو تم الحجز على حسابات البنكية الخاصة بالمنفذ ضده يجب أن يتم الإبقاء على جزء من هذا المال في الحسابات البنكية. كذلك من الأمور اللي استحدثها المشرع هو التأشير على سجل المنفذ ضده الائتماني لمدة 7 سنوات، وذلك حماية للدائنين المحتملين مستقبلا ولعدم زيادة المديونيات على المنفذ ضد. كذلك المشرع في القانون الجديد غاير في أحكام التنفيذ المطبقة باختلاف الشخص المنفذ ضده، وخصص 3 مسارات. مسار وهو الفصل الثاني ينطبق على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية ما عدا الشركات والمؤسسات المالية المرخص لها بموجب المصرف المركزي، ومسار آخر متعلق بالشركات اللي ينطبق عليها قانون الشركات التجارية. أما المسار الثالث هو تخضع لأحكام المؤسسات المالية المصرفية المرخص لها بموجب قانون المصرف المركزي، ولكل مسار أحكام وإجراءات مغايرة عن المسار الآخر. كذلك هنالك أمور المشرع غايرة في إجراءاتها، يعني كان يعرفها المشرع مسبقا ولكن نص عليها في القانون الحالي ولكن غير في إجراءاتها، ومنها الحجز على المنقولات وإجراءات بيع المنقولات، وكذلك الحجز على العقارات وإجراءات بيع تلك العقارات.